إداريا ضمن حدود بغداد. أبو غريب يقولون البغداد، بس ما أدري هي تابعة لبغداد. وين خدمات بغداد؟ وين البلدية؟ قضاء أبو غريب لا خدمات تذكر ولا مشاريع مكتملة. كل مشاريع أن أنا ماكو أبو غريب، يعني يسوون لنا تبليط مثلا. هاي البيطرة عندك سووا تبليط قبل فترة من المي مال المحلات، تبليط كله قفع. يعني هسه عود يعني تلاحق ودي يسوون لنا مجاري. هاي المجاري بس المي الشارع زين، وهاي البيوت ده بشتا يعني بال من تبطر الدنيا حتى يطب مي للبيوت. فلش المحلات، فلش البيوت، وها هي وهاي وساخة باع شوفت عينك. هو هذا الواقع مالته. حتى الدوائر البلدية هناك وزعت وفق المحسوبية، متنفذون تناسوا واجباتهم وتركوا القضاء مهمل. جهات كل من الجهد بس كل خدمات ماكو، ما جاي يسوون كل شيء. هاي بس يدامون ياخذون رواتب. هذا السوق شوف هسه قدام عينك، هاي العالم شوفه ماكو مشاريع. هذا شارع واحد فلشوه عفوا على مود الانتخابات، وهسه بالجديد ماكو، جاي يشتغلون بيه شويه شويه بس ماكو. هذا السوق سووه، شوف الوسخ، شوف هاي، شوف العطاله، شوف العالم ايش بيه. يعني منطقه تعبانه منتهيه. لا ما اشوف كل شيء غير الوفصاخه، وهاي ما حيشتغل اخي، ما حيشتغل. زين محافظ بغداد عنده مشاريع؟ عنده مشاريع بس ماكو شغل. اي انا اقول لك يجوز بعض المسؤولين تهيأ له شغله يحطه في جيبه، مو خايف على المواطن، مو خايف على الناس، هاي الناس الفقراء. إيه وما ماكو كل خدمات هنا. يتعرض ساكنو قضاء ابو غريب للابتزاز دائما، ومع اقتراب فتره الانتخابات بدأت التهديدات تطالهم من المرشحين. قبل فترة جو يمنا بالمنطقة 10 بطايق انتخابات، وانه ماشي المحلك او ماشي كرفانك او ماشي السياج المتجاوز على الشارع العام. هاي الوضعية جاي تصيرها هسه حاليا، مساومات على مود الاصوات. بالضبط مساومات عمد في سبيل الانتخابات. انا اتعجب عن البعض انه يثق بي ويروح ينتخبه ويصوت له ويأيده. يعني احنا المصيبة، احنا العراقيين نوقع بنفس الغلط. هي كلها صديق، كلها فلوس، جاي يسوون كلها فلوس. يعني مرشحين تخبان نعطيك فلوس، ما تخبان ما نعطيك فلوس. يرفع التجاوز صحيح. من بغداد مصطفى لطيف، قناة دجلة الفضائية.